راح نبدا نتطلع من هاي. هلا بدنا نعمل الترانسفورميشن. السؤال بقول انه انا عندي فيكتور معين معروف احداثياته بالنسبه ل بي، فاذا نزلت هذا احداثياته هون على بي، هذا الفيكتور معروف بدلاله بي، يعني معروف اكس بي اكس بدلاله بي ومعروف واي بدلاله بي. هذول اللي لازم نحطهم على الاكسس، هذول نظبطهم. فراح نحط هذا على ايه، هذا الاكس تبع ايه وهذا الواي تبع ايه. هذا احداثيات ريفرنس فريم. وعندي كمان هون الاحمر هي الاكس اكسس تبع بي وهي الواي اكسس تبع بي. والسؤال هلا بنسال السؤال من هو، لو كان بي روتيتد بالنسبه لايه باي ان انجل الفا، هاي الزاويه الفا وبوزيتيف. هلا بوزيتيف مفروض انا في شيء ناقص عندي، لازم احط الزد، لازم هون حتى تكون دقيقتين لازم احط انه زد زد بهذا الاتجاه. هيك صار رايت هاند سيستم. هي هون عندي من اكس لواي باتجاه البوزيتيف زد في الحاله. الروتيشن صار حوالين الزد من A ل من A ل B. هلا انا معروف P بالنسبه ل B، فاللي معروفين النون اللي هم X P Y B، وبدي اطلع حطيت انا سمول هون، وبدي اطلع المطلوب اني اطلعه نزلهم نعملهم اسقاط من هون. المطلوب اني اطلعه هو X A وعندي هون Y. استعملت انا سمول وكابيتال، اه الكابيتال بتحكي عن الاكسس والواي والسمول بتحكي عن الطول اللي موجود هون. فالمطلوب اني اطلع بدي اطلع اكس اي واي اي اللي هي نفسها الفيكتور، هذا هو نفس الفيكتور موصوف بالنسبه لاي اكس اي واي اي، بدي اطلعه بدلاله الشيء المعروف عندي. فهون حطيت الاشي المعروف، راح اضرب الاشي المعروف اعمل عليه اوبريشن او ترانسفورميشن، والترانسفورميشن هاي راح تحول هذا من هون. واللي عارفه انا عندي هو اكس بي، يعني انا عارف الفيكتور هذا بدلاله بي، فهذا سميناه هي هذا هون بي وذ ريسبكت تو بي، وانا بدي اطلع بي وذ ريسبكت تو اي. والترانسفورميشن هي عباره عن روتيشن في الحاله هاي، مش ترانسليشن. الترانسليشن راح اطلع عليه بعدين، فالروتيشن هاي هي حتى اطلع بالنسبه لايه من بي، بالنسبه لشيء عارفه بالنسبه لبي وبدي اطلعه بالنسبه ل إيه. اوكي تمام، بدنا نطلع هذول الناس. هلا اسهل طريقه، في طريقه اسهل من الطريقه اللي شرحتها المره الماضيه واسهل من الفيديو اللي موجود على الموقع. بتسالني عنها مين ثابت وين ثابت، هذا ما اجى ثابت ما اجاش اليوم ثابت. خليني افترض اربيتراري انه هذه ثيتا ما بتاثر علي، بس نسميها هاي الزاويه من هون ثيتا. هلا ثيتا ما بتهمني كثير، راح اتخلص منها بعدين، انا اللي بيهمني هو الفا. فلاحظوا هلا الوصف اللي حكيناه حتى نفهم المساله. المساله بتقول انا عندي فيكتور، الفيكتور انا سميته بي وموصوف هذا الفيكتور بالنسبه للبي. اذا بدك عشان تربط بالواقع اللي احنا بنشتغل فيه، افترض انه الفيكتور هذا موصوف بالنسبه لهذا الفريم، وهذا الفريم هو بي. بس انا بدي ارجعه، بدي اعرف هو شو ايش وضعيته بالنسبه للجلوبال ريفرنس اللي هو ايه، بدي ارجعه لايه. فبدي اعرف احداثيه، الفيكتور ما تغير. مين اللي عمل روتيشن؟ مش الفيكتور، مين اللي عمل روتيشن؟ الفريم. اوكي؟ الفريم اللي تغير، الفيكتور ما تحرك. هلا في حالة ثانية بتشبه هاي الحالة، راح بنفس الفريم راح أعمل روتيشن لفيكتور، راح أفرجيكم إنه إذا عملت روتيشن لفيكتور بهاي الزاوية ألفا، زي كأني عملت روتيشن بالكوردينيت فريم من A ل B بهذا الاتجاه. إذا بدنا نحلل هلا هاي شو بنحلل؟ بنقدر نحلل بي بي، مش هيك؟ بي بي هلا هذه راح افترض انه طولها ار، فهذا طوله ار وثيتا في بي، مش هيك؟ فبقدر احلل ار ثيتا في بي، فاذا حللته في بي بقدر اقول انه اكس بي بتساوي ار كوساين ثيتا، مضبوط؟ هاي نسميها واحد. واي بي بتساوي ار ساين ثيتا، اوكي؟ ما في الفلسفه، سهل، اوكي؟ حللته، هذول انا عارفهم، انا عارف اكس بي واي بي، اوكي تمام؟ نسمي هذول المعادلتين واحد واثنين. هلا راح اخذ المعادله الثانيه. هلا المعادله الثانيه بدي اطلع بي بي بدلاله مين؟ في ايه، بدي اعمل اسقاط الان على ايه، هذا اللي بدي اطلعه. فانا بدي اطلع اكس اي واي اي، مش هيك؟ اذا اكس اي شو بتساوي؟ بتساوي نفس الشيء ار في كوساين الزاويه، بس ايش الزاويه هلا بين ثيتا بلس الفا، فهي بتساوي ار كوساين
ثيتا بلس الفا، نسمي هاي المعادلة الثالثة، وبعدين عندي اكس واي اي واي اللي هي هذا الطول اللي هون راح يكون ساين، مش هيك؟ ار ساين ثيتا بلس الفا 4. وإذا هلا عملنا اكسباندنج لهاي شو بتعطيني؟ بتعطيني بدها تساوي هلا هون هاي راح اقسمها، راح يصير عندي هون كوساين ثيتا كوساين الفا، وبحالة الكوساين هاي بلس بتصير ماينس ار ساين ثيتا ساين الفا، ونسمي هاي معادلة 3، وهاي 4 راح نعملها كمان اكسبانشن، بس هاي راح احط بالاول الكوساين، بصير تحط بالاول الساين او الكوساين، راح تكون هاي ار ساين ثيتا كوساين الفا بلس ار ساين ثيتا كوساين، بتصير هذه عندي هون كوساين الفا ساين او كوساين ثيتا ساين. بعرف اذا حطيت الاوردر انا مضبوط، بس المعادله صحيحه. ار في ساين في كوساين، كوساين في ساين بلس هون كوساين كوساين ساين ساين ماينس، مش هيك؟ اللي بترفع الكوساين والساين. هلا بدنا نعوض، راح نعوض واحد واثنين is a substituting substituting واحد واثنين في ثلاثة. لو عوضنا واحد واثنين في ثلاثة، واحد هاي ايش بتقولي؟ بتقولي انه ار كوساين ثيتا هي اكس بي، مش هيك؟ فمحل ار كوساين ثيتا راح احط اكس بي، فبصير عندي اكس اي بيساوي اكس بي محل ار كوساين ثيتا مضروب في كوساين الفا ناقص، ومحل ار ساين ثيتا راح احط واي بي، فبصير عندي هون واي بي ساين الفا، هاي راح اسميها 5. وإذا عوضت بعدين substituting واحد واثنين في أربعة خلينا نطلع هون نستفيد من المسألة هاي، وراح أعوض نفس الشيء هلا هون محل R، هلا R sin ثيتا راح يكون عندي YB، وراح يصير عندي هذا أنا هون عكسته، ما عملت شيء لازم حطيت هذه هون، مش مشكلة. نبدا بهاي، فعندي هون ار كوساين ثيتا رح يصير اكس بي في ساين ثيتا، فبصير عندي هلا واي بي بتساوي اكس تساوي اكس بي في ساين الفا زائد واي بي في كوساين الفا، نسمي هاي 6. هيك اكتمل عندي المعادلتين. هلا اذا اخذت 5 و6 بقدر اعوض هدول، هي المعادلات صارت عندي هون. اذا بدي الخص المعادلات راح احطهم هون، عندي اكس اي هيها بدها تساوي هاي الكميه مضروبه في هاي، وهاي الكميه مضروبه في هاي، مش هيك؟ اللي مضروب هون في اكس بي ساين الفا وساين الفا، والمضروب هذه هون ماينس ساين الفا، هون عندي ساين الفا وساين الفا هون، واختفت ثيتا. هاي احسن من الطريقه اللي حلينا فيها المره الماضيه، واضحه سهله. هاي اخذنا اختفى الثيتا، فالثيتا ما يعني ما ضروري اعرف اصلا ثيتا هون، فصارت عندي هاي الترانسفورميشن. هذه عباره عن ار زد الفا اللي هي ار بي اي روتيشن. هلا لاحظوا مهمه الاشاره، احنا عمالنا بنقول انه احنا عندنا اياه بالنسبه لبي، بدي اطلعه بالنسبة لـ A، وB rotated بالنسبة لـ A by positive angle الفا، اوكي؟ هلا في مسألة ثانية بتشبه هاي المسألة، عندي P بالنسبة في فريم معين وبدي أعمل له positive rotation بألفا، اوكي؟ هاي مسألة مختلفة. خليني أنهي هذا أوقفه عشان تكتمل هاي